فمتهيألي كل اللي حصل في الكواليس طلع على الشاشة بطريقة كويسة والناس حبته. شاركت النجمة نور الغندور بحفل الإفطار يلي أقامته شركة إيجل فيلمز ببيروت. كان لنا معها لقاء خاص خبرتنا فيه عن علاقتها بهالشركة. بتعني لي بيتي ونجاحي وكبرتي فيها وبكبر فيها وإن شاء الله يا رب دايما كده مع بعض ومكملين مع بعض في نجاحات كتيرة. يعني شركة إيجل أنا ابتديت معاها مشوار النجاح وإن شاء الله دايما مع بعض. نور حققت نجاح كبير بمسلسل ذهب، فكيف كانت أصداء هالعمل؟ بصراحة الأصداء كانت يعني أنا بالنسبة لي was unexpected، يعني كنا متوقعين إن هيبقى في نجاح بس ما توقعناش بالحجم ده. الحمد لله طبعا فضل والشكر يرجع لربنا سبحانه وتعالى، ولأن الشركة اشتغلت على المسلسل ده من قلبها واشتغلنا بحب والفريق كله كان صراحة بيشتغل على المسلسل بكل طاقة وبكل حيوية وما كانش عندنا أي مشاكل الحمد لله طول فترة التصوير، فمتهيألي كل اللي حصل في الكواليس طلع على الشاشة بطريقة كويسة والناس حبته. وبعدين المسلسل عشان كان رومانس وخفيف فالناس كانت مفتقدة للمسلسلات اللي فيها حب ومشاعر. المسلسل شكل حالة فنية مميزة، فشو أهم عنصر لنجاح العمل؟ كل العناصر صراحة، يعني كل عنصر موجود في المسلسل هو كمل المسلسل ونجحه وكبره. نور خبرتنا باللقاء عن علاقة الصداقة يلي بتجمعها بماجي وكيف شاركت معها ببعض العبارات المميزة يلي عم تستعملها بمسلسل للموت. ماجي حبيبة قلبي طبعاً، وأحب أبارك لها على المسلسل وأقول لهم ألف مبروك للكرو كله، يستاهلوا النجاح يعني من الأعمال الجميلة اللي نزلت في رمضان. وفكرة الكلمة دي طلعت بالصدفة وإحنا قاعدين كنا بنتعشى في دبي، فكان أستاذ جمال بيقول لي حاجة فقلت أنيل، فقالت لي خلاص أنا أخدت الكلمة دي بس وحصلت كده. طلعت مهضومة منك. ايه بتجنن. Very beautiful. كان لافت النشاط الإنساني الكبير يلي عم بتقوم فيه نور خلال الفترة الماضية، فشو بيعنيها هالموضوع؟ بيعني لي الحياة كلها الصراحة، يعني البني آدم من غير إنسانية ومن غير مشاعر ومن غير الطاقة دي ما متهيالي ما يسواش حاجة. نور كشفت لنا لأول مرة عن تأجيل مسلسلها يلي كان منتظر مع سيف نبيل لهيدا السبب. ده كان نص موجود بس لسه يعني ما حصلش فيه أي أبديت جديد، إن شاء الله أي حاجة جديدة هتعرفوها، بس لسه بنشتغل على بروجيكت، يعني مفيش حاجة حاضرة في الوقت الحالي عشان كده مش هقدر أصرح بقى. يعني البروجيكت مع سيف نفهم إنه تأجل هلأ؟ لسه السكريبت ما كانش جاهز، يعني إحنا تكلمنا في شبه مشروع بس السكريبت مش جاهز، فذاتس واي ما أعلناش عنه.